إلى تلمسان، وبالضبط بساحة الخادم وسط مدينة تلمسان، حيث تناشد عائلة حميدي المتكونة من 4 أشخاص السلطات المحلية لمنحها سكنا لائقا يعوضها المعاناة الصعبة التي تعيشها بإحدى مساكن البنايات الهشة المهددة بالسقوط في كل وقت. ميكروفون أحمد بومديو. لو قال ما عندناش الويدان، ما عندناش طواليت، شو الواد راه حامل عليا في الصدار؟ شو السكنة كي دايرة؟ لا ميديتي لا غالب، بات في القطرة. مشينا عند الشاف دايرة شحال قطرة وما كان والو، مشينا عند الوالي وما كان والو، حتى واحد ما شاف فينا ولا جا شافونا. أنا خاف الدار طيح علينا وما نقدش نراجع دروسي، والقطرة تهود وما نقدش نحفظ. نطلب من السلطة اللي جات جديدة تعاوننا وربي يفرج عليها. هذه الدموع راها تعبر على الحالة الكارثية اللي راها تعيش فيها هذه الأسرة. احنا كتنسيقية وطنية للمجتمع المدني وسيد الوالي، ونطلبوا منه إن شاء الله ياخذ بعين الاعتبار هذه البنايات الهشة وهذه العائلات، لأنه ما قادر تجي ريح تحكل كلش يعني عليه.